أنماط جديدة من التعليم فرضتها جائحة الكورونا. ملايين من الطلاب لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى مدارسهم. بدا التعليم عن بعد هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة التي يشهدها العالم. وفي سوريا، وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة سعت إلى رأب صدع الانقطاع الدراسي في الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب. ولكن ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة؟ وهل ستكون بديلا جيدا للطلاب المنقطعين عن الدراسة؟ هذه من أبرز الأسئلة التي سنناقشها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا. ابقوا معنا. أكثر من 2 مليون طفل سوري داخل سوريا بلا تعليم بحسب اليونيسف لعام 2019. الأعداد ازدادت بعد اجتياح كورونا للعالم لتبرز مشكلة تضاف إلى قائمة التحديات الكبيرة التي تجابه قطاع التعليم في المناطق المحررة. يا أخت جبار البطاحي تفيئي ظل الخلود. وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة انتهجت درب الدول الأخرى وارتأت بالتعليم عن بعد حلاً متاحاً لاستمرار العملية التعليمية. استطعنا أن نستخدم التعلم عن بعد من خلال تصوير الفيديوهات وإرسالها عبر روابط إلى الغرف الصفية من أجل أن يستفيد الطالب في المنزل وينشغل بما هو مفيد، عوضاً عن أن ينشغل بأمور مضيعة للوقت فيها، وكانت في محض المنفعة للطلاب، وقد أجازت هذه الفكرة لأولياء الأمور وحفظونا على هذه الخطة ريثما يتم افتتاح المدرسة. السلام عليكم، مرحبا أستاذ. الطلاب تفاعلوا مع مبادرة التعليم عن بعد رغم المشاكل التي تواجههم. طبعا الأستاذ بيعطينا روابط ونحن نستفسر منه. طبعا المشاكل هي ضعف الإنترنت، وطبعا أبهاتنا بروحها مثلا على الشغل وتليفوناتهم معنا، ونحن ما بنحسن ناخذ الدروس لآخر الليل. على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الطلاب في تلقي المعلومات، إلا أن تجربة التعليم عن بعد بما فيها من فائدات مرجوة باستمرار التعليم تفتح الباب لضم المزيد من الطلاب ممن تسربوا سابقا من التعليم وحرمتهم الظروف فرصة التعليم. فهل تكون حلول جائحة كورونا لضمان استمرار العملية التعليمية حلا للمتسربين والمنقطعين عن التعليم؟ المرتفع من الأرض نقصد به الهضمة أو الأقل من الجبل. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا. سنتطرق في هذه الحلقة ونتحدث عن الإجراءات والبدائل التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة عن نمط التعليم التقليدي الذي انقطع مؤقتا بسبب التخوف من انتشار جائحة الكورونا في المناطق المحررة. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفة الحلقة الدكتورة هدى العبسي، وزيرة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لكم ولمشاهدين قناة حلب اليوم. أهلا وسهلا ضيفة كريمة. أهلا دكتورة، يعني بداية بحسب المعلومات والأحصاءات، يعني ما عدد الطلاب الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم في المناطق المحررة؟ ما يزيد عن 465 ألف طالب وطالبة موزعين في ريف حلب الغربي ومدينة إدلب وريفة. وبالنسبة لعدد المدارس تقريبا 1300 مدرسة توقفت عن العمل. يعني بالنسبة لهذا العدد الكبير، يعني 1300 مدرسة وعدد يقارب نصف مليون طالب وطالبة، شو كانت هي الإجراءات والبدائل للطالب يكمل تعليمه؟ حقيقة البدائل قدامنا كانت أنه نستفيد نحن من وسائل التكنولوجيا ونفعل التعليم عن بعد، بحيث أنه المعلم في منزله بيقوم بتصوير درسه الافتراضي ويقوم بمشاركة الطلاب مستفيدا من البرامج المتاحة. طبعا هاي ممكن ما تشمل عدد كبير من الطلاب، فالوزارة صارت تبحث عن وسائل أكثر انتشارا من أجل إيصال الدرس الافتراضي للطلاب،
فحقيقة بحثت يعني على القنوات الوطنية يعني والأكثر مشاهدة، فوجدتها هي قناة حلب اليوم هي أكثر مشاهدة، فتم الاتصال وتمت الموافقة من قبل إدارة القناة، مشكورة. طيب دكتور، يعني أنتم فعليا بدأتم ببث المدرسة الرقمية بين قوسين، المدرسة الرقمية عبر قناة حلب اليوم الفضائية، والدروس من الصف الخامس وحتى الثالث الثانوي سواء الأدبي أو العلمي. شو بالنسبة للطلاب التعليم الأساسي المرحلة الأولى تحديدا صف أول ثاني ثالث رابع، شو وضعهم هالطلاب؟ حقيقة الوضع صعب يعني، وبالنسبة للطالب الابتدائي لا سيما في المرحلة الأولى يعني حضور فيزيائي كتير مهم حتى يصير في تفاعل بين الأستاذ وطالبه، لكن في ظل هذه الجائحة هذا الممكن وهذا المتاح، حيث أنه المعلم يقوم بتصوير درسه ويشاركه لطالبه، لكن إن شاء الله في السنة الجديدة رح يكون هناك تطبيق للقراءة العلاجية من طلاب الصف الأول حتى طلاب الصف السادس. شو المقصود بالقراءة العلاجية؟ القراءة العلاجية هو منهاج وضع من أجل تعليم الطالب القراءة، وأيضا رح يكون هناك ملحق من أجل تعليمه الكتابة، لأن عندما يتعلم الطالب القراءة والكتابة حقيقة يستطيع أنه يتابع دروسه ويتابع مسيرته العلمية. يعني خاصة في 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 هي المرحلة الحساسة، يعني هي الأساس، الصف الأول الصف الرابع هي أساس الطالب. طيب دكتورة، يعني هل تعتقدين بأنه موضوع المدرسة الرقمية ستكون مفيدة للطلاب؟ يعني لا سيما أن بعض الطلاب يحتاجون إلى تكرار الدروس. أكيد راح تكون هي مفيدة، لا سيما أن الفيديوهات متاحة على موقع المدرسة، يستطيع الطالب أن يحمل الفيديو الذي يشاء ويشاهده عدة مرات. إذا حكينا دكتورة بموضوع أو بمنحة أبسط، يعني أنا كطالب ربما في عندي سؤال حابب أسأله الأستاذ يلي عم يشرح، كيف ممكن يكون الدرس تفاعلي أكثر، ولا أنتوا أتحتوا ولا ممكن تتيحوا هذا الموضوع بالنسبة للأسئلة المبهمة أو بالأحرى الأفكار المبهمة؟ حقيقة بالنسبة لكافة المراحل هذا الأمر صعب أن يكون هناك تفاعل، لكن بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية سوف يكون هناك، بس على قناة يوتيوب خاصة بالوزارة راح ينبس إعادة كاملة لمنهاج التاسع والبكالوريا، ورح يكون أساتذة موجودين على الأرض مع طلابهم يعني لهم تأثير على الطلاب، ورح نخصص حلقات ممكن تكون فيها أسئلة وأجوبة للطلاب. بالنسبة للطلاب هالسنة؟ هالسنة يعني البس ممكن يبدأ بكرة أو بعده. دروس تفاعلية ممكن تصير؟ التفاعلية هي أنه ما في طلاب، بس الأستاذ هو اللي موجود على الأرض، هو اللي بيعرفه الطلاب، اللي هو له شعبية عند الطلاب، رح يقوم بالدرس التفاعلي، ورح نخصص ممكن نحن جلسات أسبوعية أنه نستقبل الأسئلة ويجاوبوا عليها الأساتذة. ما ممكن مثلا تحددوا ربما رقم تواصل مباشر؟ هذا عند يكون الحلقة مباشرة ممكن، يعني عندنا إن شاء الله ده يكون هناك يعني أسئلة وبيصير لقاء مع الأساتذة بشكل مباشر عن طريق الإجابة على الأسئلة. طيب دكتورة، بالنسبة لموضوع المدرسة الرقمية هي عبارة عن موقع إلكتروني يعني؟ أكيد هي مدرسة رقمية، هي لديها موقع إلكتروني، يستطيع الطالب أن يدخل إلى الموقع ويشاهد الفيديو الذي يشاء أو يحمل هذا الفيديو. بالتأكيد نعلم أن هناك صعوبات يعاني منها الطلبة، منها بطء النت، منها ممكن عدم توفر النت أو عدم توفر الأجهزة، لكن حاليا هذا المتاح ونسعى الحصول على اللينك ويبحث عن الدرس المطلوب، يعني كلها تعتبر مشاكل. لا أتوقع، لأن المدرسة الرقمية يعني من السهل أنه تدخل عليها، وحتى في تفصيل يعني للصف الخامس للصف السادس السابع يعني مجزأة. طيب دكتورة، يعني موضوع أيضا المدرسة الرقمية، شو مدى التفاعل؟ يعني كيف كانت ردود أفعال الشارع بشكل عام، يعني تحديدا شريحة الطلاب؟ بشكل عام التفاعل إيجابي، لكن هناك استياء من ضعف النت، من عدم انتشاره الكبير بين الطلاب بسبب ضعف الإمكانيات المادية. طيب كيف يعني هل ردود الأفعال كيف وصلتكم؟ أنتوا ربما حاطين مجال التعليقات، ربما تعليقات إلكترونية، عن طريق التعليقات الإلكترونية، أحيانا عن طريق التواصل المباشر مع الطلبة،
يعني في طلاب كانت تجربة كتير جيدة، لا سيما تم بث عن طريق القناة، حتى ممكن الطالب ينزل على الموبايل برنامج تلفزيون، يعني اللي ما عنده بالبيت تلفزيون ممكن على الموبايل ينزل برنامج بس تلفزيون فيستطيع أنه مشاهدة القناة. يعني دكتورة أيضا ندخل في التفاصيل أكثر، يعني بالنسبة لوضع المخيمات، طبعا طالب المخيمات له وضع خاص عن الطلاب المتبقيين، شو 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 كانت ردود الأفعال حول موضوع المدرسة الرقمية، حول موضوع هذا المشروع اللي أنتوا اشتغلتوه بالنسبة لطلاب المخيمات، استفادوا منه؟ هلا حقيقة بالنسبة للمخيمات في عنا نحن مخيمات عشوائية وفي عنا مخيمات أكثر تنظيما، فيوجد هناك مدارس تعليمية بالمخيمات، فالمدارس التعليمية اللي هي بالأساس في تعليم فيها انتقل التعليم بالمخيمات لتعليم افتراضي، بينما المخيمات اللي هي بالأساس ما كان فيها تعليم، يعني المخيمات العشوائية للأسف ما وصل التعليم، يعني إلا إذا كان في اهتمام من قبل الأهالي من خلال مشاهدة التطبيقات أو مشاهدة الفيديوهات، هن بالأساس ما منتسبين لمدرسة. شكرا لك دكتورة، يعني نكتفي إلى هذا القدر وسنكمل إن شاء الله باقي المحاور في القسم الثاني من هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام القسم الأول من هذه الحلقة من برنامج قضايا، وبعد الفاصل استطلاع رأي حول التعليم عن بعد ورأي أهالينا في المناطق المحررة بالبث التلفزيوني، انتظرونا. لا تغادر بيتك لتضمن سلامتك، كلنا في البيت ننتظر غدا أجمل، لا تخرج من بيتك ولا تتعب من حولك، سلامنا دعاء وحجنا شفاء. الحجر ليس سجنا وإنما هو سفينة نجاة، لقاء الأجساد وباء ولقاء الأرواح شفاء، جنتي في بيتي لن أخرج من جنتي. لا تكون سبب في إصابة غيرك، قد تحمل الفيروس وتظن حالك معافى. حياتك مسؤوليتنا كلنا، يدا بيد لنشفى معا. الحياة نعمة عظيمة فلنحافظ عليها بالحجر الصحي. لا داعي للخجل، الوقاية خير علاج. الوقاية من كورونا مسؤولية الكل. إجراء العديد من النشاطات الوقائية ضد فيروس كورونا. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم نغيف في إدلب. حلب جمعة، حلب اليوم ريف إدلب. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم ريف حلب الشرقي. بدر كشك، قناة حلب اليوم ريف حلب الغربي. إبراهيم سويد، قناة حلب اليوم ريف إدلب. من أمامي أحد مكاتب السيارة في ريف إدلب، وصول صدر حلب اليوم. بشوف انه سلبياته اكثر من ايجابياته. سلبياته بتعرفي انه مثلا كل طالب يحتاج الى جهاز نت، بتعرفي اجهزه النت هي اسعارها غالي، حتى جهاز الام او الاب لا يستوعب كل الغرف، مثلا كل طالب يحتاج الى اربع غرف، مثلا غرفة اللغة العربية، غرفة الرياضيات، الإنجليزية، مواد كتير تحتاج إلى غرف للتدريس، فالموبايلات مستحيل تستوعب كل هذه الغرف عدا الغرف اللي عند الأم أو الأب. غير التأمين، صعوبة تأمين الأجهزة، في عنا المشافهة، طريقة المشافهة، طريقة الإعطاء المباشر عن طريق الأستاذ، الطالب بيقدر بيستوعب من الأستاذ أكثر ما يقدر يستوعب عن طريق النت. في عنا كمان لغة الجسد، لغة الجسد هي اللي بتعطي المعلومة وبتثبتها في ذهن الطالب. في عنا تضارب أوقات الدروس، مثلا عنده في هالساعة إنجليزي، أخوه مثلا عنده مادة تاني، فالاثنين بدهم يقعدوا على جهاز الأم، فبيضطر واحد يستغني عن الدرس مقابل الثاني. عندي مشاكل كتيرة أنا عم تابعها معهم، وعم شوف كمان أمهات كتيرة عم
تستأمن هذا التعليم، لأنه في أمهات وضعها التعليمي أو الثقافي متدني جدا جدا، مو قادرة تستوعب اللي عم بيصير معها بالجوال. هاي أول شغلة. أوقات بيبعتونا المدرسات ملفات PDF نحن لازم نفتحها. أنا بالنسبة لي قادرة أفتحها وبقدر وصل المعلومة لطفلي، بس في أمهات ما قادرة تفتحها ولا قادرة تعرف شو هو ملف PDF اللي عم بيبعتولها يا على هالغرف هاي. في موضوع تاني بالنسبة للتعليم عن بعد، بالنسبة لأنه الطفل عندي مثلا عم بيتشتت وقت اللي بيكون قاعد بده يستمع للدرس تبعه، وأخته بتكون ناطرة بعد منه أنه بده تستمع، في تضارب بالمواعيد تبعوت التدريس، يعني المدرسين عم بيعطوا أعطاءهم مثلا للطلاب مع بعضهم البعض، يعني أنا عندي أول وعندي تاني وعندي ثالث وعندي سادس، هدول كلاتهم على جوالي أنا، هدول كلياتهم محطوطين على جوالي، مواعيدهم عم تتضارب مع بعضهم. كيف أنا بدي أعطي الجوال لأبني وبدي أعطي الجوال لبنتي وبدي أعطي الجوال لأبني الثاني، لحتى إذا ما كل واحد استلم جوال لوحده. بيجي الطفل بده يحاول إنه يتابع الأستاذ تبعه على حساب أخواته، بتلاقي الغرف كلها عم تبعت مع بعضها البعض، يعني لا هو قادر يستوعب المعلومة اللي عم تجي على الغرفة الخاصة فيه لأستاذه الخاص فيه، ولا هو قادر يجمع مثل ما بيقولوا المعلومة لغرف الخاصة لأخواته، يعني هيك ما عم بيحاول يستوعب بينه وبين أخواته، يعني لذلك ما بلاقي منفعة من التعليم عن بعد، السلبياته أكثر من إيجابياته. عندي بنت بالصف الثامن، بسبب وقف التدريس للظروف المحيطة بنا التي نعلمها جميعا، المدرسة الأصلية اللي بدرسها بالمدرسة بتتواصل معها على مجموعة مع رفقاتها وتسأل الأسئلة وبيعطوا الأسئلة وتعطيهم العلامات ويحاوروا حول هذا السؤال، وتاني يوم بيتناقشوا كذا إلى آخره. أنا وجدت فائدة بهذا الأمر تعوض عن التعليم في المدرسة باعتبار أنه واقف، يعني شيء أحسن من لا شيء. باعتبار بنتي وحيدة أنا شخصيا شعرت بفائدة، وأنا عم راجع لها وأمة تراجع لها، فوجدت في فائدة يعني تشبه الفائدة من المدرسة إن لم يكن أفضل ببعض الأحيان، بسبب أنه شيء موثق وعم نراجعه وكذا إلى آخره، وجزاكم الله خير. يعني أنا أرى في موضوع التعليم عن بعد هو تجربة من التجارب الجميلة التي كان يجب أن نخوض غمارها منذ سنوات مضت، سيما أننا نعلم أن هذا النوع من التعليم موجود في الدول الراقية والدول المتقدمة. أصبح بعض الطلاب يحصلون على إجازات جامعية وشهادات دكتوراه من خلال أونلاين أو تعليم عن بعد. قد نعاني من بعض الصعوبات حاليا بسبب عدم وجود تيار كهربائي، أو بسبب عدم وجود الإنترنت، أو بسبب عدم وجود الأجهزة التي تكفي لأن يمارس هذا الطالب حقه، من خلال كل طالب يكون عنده جهاز. لكن هذه تجربة جديدة وناجعة، ونستطيع أن نقول أننا في ظل هذه الظروف الصعبة أكدت مرارا وتكرارا أننا نمر بأصعب الظروف التي مر بها العالم أجمع منذ قرون ومنذ أقدم العصور، لكن أبى الشعب السوري الآن يتابع العمل التربوي والتعليمي. التعليم عن بعد قد يحقق نتائج إيجابية لبعض الفئات العمرية بنسبة معينة، وينعكس بشكل سلبي على باقي الفئات. بالنسبة للحلقة الأولى والأطفال الصغار الذي وما دون ذلك، فبالنسبة للأطفال الصغار يؤثر بشكل سلبي، وأعتقد أن هذه الوسيلة قد تكون ناجحة وقد تكون غير ناجحة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، والتعليم عن بعد أفضل من البعد عن التعليم. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وبعد أن تابعنا الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج نتابع. أهلا وسهلا بك دكتورة. منذ لحظات تابعنا الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج، سؤال مطروح: ما هو رأيك بالتعليم عن بعد عن طريق التلفاز؟ يعني وردت إجابات مختلفة بين إيجابية وسلبية، ما هو تعليقك على ما ورد من إجابات؟ حقيقة التعليم عن بعد يحرم الطالب من الحافز، يحرمه من الدافع، يحرمه من التفاعل مع الأستاذ، لكن حقيقة الواقع فرض علينا التعليم عن بعد. يعني كما تعلم قبل وباء كورونا نحن لدينا وباء الأسد، تعلم أن المدارس بالمجمل استهدفت، الأساتذة استهدفوا، الطلاب استهدفوا، فحقيقة نحن نحارب بالعلم، يريدون أن يكون هناك جيل جاهل غير متعلم،
حتى لا يكون هناك نهضة. فالتعليم هو فرض، يعني كما تعلم التعليم هو فرض على كل مسلم. ومن قبل كان يذهب الطفل من مدينة إلى مدينة حتى يتلقى التعليم. فالآن نحن في ظل هذه الأوضاع ندرك حقيقة الواقع الصعب الذي يعانيه أهلنا في المناطق المحررة، ونحاول أن نبحث عن حلول لمساعدة الطلاب. فحقيقة نحن حاليا عم بركز بالوزارة على الطلاب التاسع والبكالوريا. بالنسبة للمراحل الانتقالية سيكون هناك تطبيق لمنهاج القراءة العلاجية من أجل ترميم ما فقده الطلاب من معلومات. طيب دكتورة، يعني إذا عدنا خطوة إلى الوراء وأيضا دخلنا في صلب موضوع الاستطلاع، يعني كما سمعتي يعني ذكرت عدة صعوبات يعني بخصوص التعليم عن بعد تتعلق بالمواضيع التقنية وبتضارب مواعيد الأساتذة، كيف يمكن العمل على تنسيق ذلك ليصب في مصلحة الطالب؟ حقيقة يعني التجربة هي وليدة اللحظة، وليدة الظروف. تمام، ف يعني نعلم أن هناك معاناة، نعلم أن هناك سلبيات لهذه التجربة، لكن لو قارنت أنت بدول متقدمة اللي هي متوفر فيها النت، اللي هي دول مستقرة أكثر من واقعنا بكثير، تجد أن تجربتنا خلينا نقول نسبة 50% مقبولة. مقبولة بالنسبة لل بالنسبة للتعليم عن بعد، يعني واقع اللي فرضه هذه الجائحة. ولكن دائما نسعى للأفضل. أكيد أكيد، نحن بالوزارة عم نحاول بكافة الوسائل، ويمكن ما ضل حدا لما اتصلنا فيه من أجل دعم هذا المشروع التعليم عن بعد، وإن شاء الله رح يكون هناك شيء جيد بالنسبة لطلاب الشهادات إن شاء الله. طيب دكتورة، يعني بالنسبة للمدرسة الرقمية وبث المواد التعليمية عبر قناة حلب اليوم فضائية، بدأتم فعليا أنتم ببث الفصل الثاني، يعني لو تطلعين هل سيكون هنالك امتحانات نهائية في حال استمر الحال على ما هو عليه؟ كيف ستجري العملية الامتحانية؟ بالنسبة للصفوف الانتقالية صدر قرار بنجاح الطلاب واعتماد علاماتهم في الفصل الأول، ونتأمل نحن أنه يزول الوباء وما يبقى مرض، ويستطيع الطلاب يقدموا الفحص فيزيائيا، لكن نبحث في الوزارة على خيارات تانية لا سمح الله إذا استمر الوباء. تمام، لا سمح الله إذا استمر الوباء نبحث عن خيارات تانية. ممكن حطيتوا شي خطط ولا؟ حاطين خطط، حتى حاطين مشروع أنه يعني ممكن يقدم الكترونيا، لكن هلا نحن خلينا نحكي نتفائل ونقول ان شاء الله رح يزول الوباء. يعني ايضا دكتوره نبقى في موضوع الطلاب ومستقبل الطلاب، يعني هو هم يعني همنا جميعا، بخصوص الطلاب يعني الذين ممكن انهم لا يملكون التلفاز او حتى الانترنت، بالتالي لا يستطيعون متابعه الدروس، وبالتالي ايضا لا يستطيعون اكمال تعليمهم، يعني هل هنالك اي اليه لمساعدتهم مستقبلا؟ حقيقة نحن في الوزارة لا ندخر جهدا في التفكير في الوسائل البديلة، والاهتمام كله حاليا على طلاب الشهادات، وسوف تكون هناك مفاجآت بإذن الله تعالى لطلاب الشهادات، لا سيما حاليا طلاب شهادات البكالوريا في البحث عن حلول بديلة، لن أخبركم بها حتى إن شاء الله نحصل عليها. يعني هي تعتبر نافذة أمل ربما لعدد كبير من الطلاب. أنا أريد أن يثق الطلاب بأن الوزارة هي تشارك طلابنا همومهم، تشارك الطلاب معاناتهم، وأنا واثقة بقدرة طلابنا، بقدرة أبنائنا، أنه رغم هذه الظروف الصعبة أنه هني رح يتجاوزوها، ونحن إلهم حق علينا أنه نحن نسعى ونطرق جميع الأبواب من أجل أنه نمكن طلابنا ونساعدهم في إتمام عمليتهم التعليمية، لا سيما برجع بأكد لك حاليا طلاب الشهادات. طيب بالنسبة ننتقل إلى الشق الثاني من التعليم، بالنسبة المتعلق بالمعلمين، يعني المعلمين والمعلمات لو اطلعنا على أوضاعهم في ظل الحجر الصحي بسبب تخوف من انتشار فيروس كورونا، يعني هل سيكون لهم تعويضات أو تستمر رواتبهم، أم أن رواتبهم انقطعت أم ستنقطع؟ أستاذ علاء، أنت تعلم أنه الرواتب انقطعت، وهذا جزء من الحرب على
علينا في المناطق المحررة. لكن نحن في الوزارة وهذا حق يعني للمعلمين علينا أنه نحن نطرق الأبواب ونسعى بكافة الوسائل لتأمين بدائل للمعلمين المقطوعة رواتبهم. طيب يعني دكتورة بالنسبة للمعلمين مقطعة رواتبهم أدي عددهم تقريبا؟ حوالي 8000 معلم. طبعا زادت المعاناة لأنه كثير من الأساتذة بالحملة الأخيرة هجروا قسرا إلى مناطق أخرى أكثر أبانا، فبتعرف يعني رح يزيد هون المعاناة ورح يزيد العبء على المعلم. يعني طيب دكتورة في ختام هذه الحلقة، هل هنالك خطط أخرى ستقدمها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة لمواجهة هذه الحالة؟ هلا نحن نحب نذكر بعضنا انه الحمد لله ما في اصابات عنا في المناطق المحرره. لا قدر الله اذا صار عنا اصابات فحسب تعليمات وزاره الصحه راح تكون الاجراءات. شكرا لك دكتوره، اشكرك في ختام هذه الحلقه. شكرا لك ضيفتي الكريمه في هذه الحلقه. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، والى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا. يمكنكم متابعه مزيد من الحلقات عبر المعرفات الظاهره اسفل الشاشه، ومن هنا الى ان نلقاكم في حلقه جديده. دمتم برعايه الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.